كتب الأنبياء يلي قطعوا من 2000 سنة وما بعد حاكيين بكل تأكيد عن حدوث الزلازل ومرحلة الزلازل وبهي الفترة تحديدا. نحن كنا منتظرين انه يكون في بأفريقيا زلزال ومنتظرين كمان زلزال تاني وتالت. في حال لا سمح الله صار اي زلزال بفوق 6 درجات رح نشوف بلبنان اشياء خطيرة جدا له اسرار واللون الازرق. ما رح نفزع العالم، ما رح نحكي اكتر من هيك. العالم كله ليتعدون اصابع اليد يلي بيملكوا المعلومات السرية عن هالنقطة عن هاللون الازرق الاحمر تحديدا اللي حكيت عنه. اهلا وسهلا فيك دكتور دومت مره جديده عبر لبنان اون. نعرف كل مناسبه بتهز العالم العربي وبتوصل صداها للبنان لازم يكون لنا اطلاله مع حضرتك. ساعات قطعت على زلزال المغرب، زلزال كتير كبير قوته كتير كبيره. بالتقديرات الاوليه شو يلي سبب هذا الزلزال؟ اول شيء الانسان عم بيلعب بميزان الارض، عم بيشيل كميه ضخمه من قلب الارض، البترول والمشتقات البترولية، وهذا الاستهلاك الخطير للمواد المتجددة والغير متجددة على سطح الكوكب عم بيأثر على موازين الكوكب. وأيضا عنا السدود يلي عم بتخلي اختلافات كتير خطيرة بالضغط اللي عم تتعباه بمناطق عديدة من العالم. ولا شك إذا بناخد النظرة العلمية الحقيقية، إذا بناخد كتب الأنبياء يلي قطعوا من 2000 سنة وما بعد حاكيين بكل تأكيد عن حدوث الزلازل ومرحلة الزلازل وبهي الفترة تحديدا. العلماء بدون يبحثوا عن كل شيء. أنا كعالم بيئي ببحث بكل الأماكن وببحث بشكل دقيق جدا وبشكل علمي لأوصل للحقيقة العلمية. وقت المرة الماضية وقت قطع الكوكب الأخضر المذنب الأخضر حكينا علميا وحقيقة 100% وعرفت العالم. من فترة من 20 يوم قطع مذنب وما حدا حكي عنه. نحن كنا منتظرين انه يكون في بأفريقيا زلزال ومنتظرين كمان زلزال تاني وتالت، لأنه بعد مفاعيل هذا الكوكب المذنب ما قطع ما خلصت مفاعيله. أنا اللي بدي أحكي شغلتين. لبنان بمأمن بإذن الله، بمأمن بطبيعته الجغرافية وبموقعه الجغرافي وبتأثيره. ما عندنا هالخوف اللي لازم يعيشوه غير مناطق بالعالم، ولكن ما حدا بيستبعد انه يصير في بكل بلد بكل منطقة بالعالم هزات، لانه ما حدا بيقدر يحدد اي متى الزلزال واي متى ما في زلزال. وكل هالمواضيع المتعلقة بالزلازل بعدها علميا بنعالجه فقط النتيجة. المشكلة ما حدا بيقدر يعالجها لانه فوق طاقة البشرية. ولكن شو الطلبي؟ أنا أطالب بمسح شامل بالمنطقة العربية وأفريقيا عن الأبنية المتصدعة والأبنية التي لا تتحمل أي هزات أو زلازل بسيطة أو زلازل ضخمة. ولذلك هذا موضوع خطير جدا. الدول حان الوقت للدول تتعامل بجهوزية تامة مع مستقبل البلدانون. المستقبل بده يقول لك أنه مفروض يكون في أبنية ضد الزلازل، مفروض الأبنية بتعمر جديد تكون كلها أبنية ضد الزلازل، وهي كتير تنشغل وكلفتها شيء بسيط عن الأبنية العادية. اثنين، بده يكون في مسح شامل على الأبنية المتصدعة. أنا عملت مسح على بمعظم المناطق اللبنانية، المدن اللبنانية الساحلية، المدن المكتظة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وشفت في أبنية كتير متصدعة لا تتحمل وأوضاعها كتير خطيرة. في حال لا سمح الله صار أي زلزال بفوق 6 درجات رح نشوف بلبنان أشياء خطيرة جدا. فلذلك المفروض مسح شامل. المشكلة نحن عم نعيشها شوية، بس يصير زلزال بيعملوا ثورة لمدة جمعة جمعتين شهرين انه لازم نعمله، بينزلوا على الارض وبيشوفوا وبيوقفوا، ما بيكفوا لازم ينعمل، وما بيصير اي عمل، اي تخطيط لاستراتيجيات المستقبلية. هذا موضوع خطير جدا. القيادات المطالبة قيادات البلد الدينية والسياسية مفروض يتبلش بموضوع جهوزية التعامل مع المستقبل.
المستقبل البيئي، إن كان الزلازل أو حماية البيئة أو حماية الثروات الطبيعية اللي بحاجة لها الإنسان، هودي كلهم مفروض يكون في خطة للتعامل معهم بطرق علمية من أجل حماية السكان على اختلاف أنواعهم. وهيدا اللي عم نشوفه بمناطق عديدة، ومطرح ما عم نشوف زلازل بكل الأماكن اللي حصل فيها زلازل شفنا الدمار المخيف، لأن ما كان في أي جهوزية للتعامل أو أي جهوزية حماية للمستقبل ضمن هالمناطق. نعم. بعدنا لحد اليوم كدول بدول عديدة بالعالم ككل منبلش نعالج النتيجة. النتيجة عندما بصير زلزال ماتت العالم، دمرت المنطقة، ما كان في أي 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 خطط مواجهة، وهذا شيء خطير جدا. ولكن البلدان يلي إذا أخذنا اليابان والأمريكان ودول عديدة بالعالم عندهم جهوزية مهمة جدا، عاملين الأبنية عندهم تتحمل زلازل بتسع درجات على مقياس ريختر وما عندهم مشكلة. ولو كانت هالمناطق كلها تكون حطت الاستراتيجيات المطلوبة، وأنا شخص من اللي بحط استراتيجيات وبعرف شو بدنا نعمل، كيف شو معنات كلمة استراتيجيات، أنا كعالم بيئي بعرف كيف شكل بدها تتحمل تنعمل خطط مواجهة المطلوبة لهذا العمل. ولكن إذا أخذنا المناخ وين خطط المواجهة؟ في أبنية كتير جديدة طالعة بلبنان، أبنية جديدة، وخاصة نقابات المهندسين والوزارات المختصة حطت الشروط جديدة للبنان من أجل الأبنية الجديدة كلها تكون أبنية مقاومة للزلازل. ولكن احنا عنا أكثر من 90% من الأبنية الموجودة اليوم بلبنان بعدها أبنية قديمة، بعدنا أبنية بستينات وسبعينات القرن الماضي. هيدي خطيرة جدا، مع العلم أنه في أساسات أبنية كتيرة بتصدعت. وامبارح كنت بعدة جولات امبارح مع أهم المسؤولين بالدولة اللبنانية، وشفنا على الأرض قديش في أبنية متصدعة وخطر سقوط قائم بأي لحظة. هون نحن بدنا نتطلع على مستقبل هالأبنية. يعني عم نحكي عن كارثة لا سمح الله، حتى مش بس زلزال، أي هزة شوية عندها قوة أكبر من المعتادة بلبنان ممكن تدمر أكثر من منطقة. بكل تأكيد في هزات إذا صارت هزات بالخمس درجات بكل تأكيد في أبنية ما بتتحمل خمس درجات، لأنه الأعمدة تبعها منهارة، الأعمدة تبعها مضروبة، الأعمدة تبعها مفتتة كليا وبكل المناطق. انتبه مش عم بحكي على منطقة معينة، بمعظم المدن. نعم، ممكن جاي أسألك، في منطقة اليوم معرضة أكثر من غيرها من خلال معظم المدن الساحلية، الأبنية القديمة اللي ما عندها مواصفات بناء مضبوطة، عندها عواميد مخلوعة، عواميد مفسخة، عندها أخطار سقوط. هيدي مفروض البلديات، هون بدعي فورا البلديات تقوم كل بلدية بمكتب هندسي خاص بكل بلدية من أجل مراقبة الأبنية المهددة بالسقوط من جراء زلزال ما معين، ويكون في مسح شامل وتنعمل خطط مواجهة بكل المناطق. معلن بدي لك أحد المدن، مدينة من المدن الكبرى بلبنان، عملنا لها زيارة وشفنا كل اللي فيها، ولكن القيادات الدينية المسيحية والإسلامية والقيادات السياسية حطت تقلة لتقدر تنفذ مشروع ما معين، وصلوا لمرحلة ما تنفذ، مع العلم انه القيادات المسيحية والإسلامية أمنوا التمويل وجاهزين يأمنوا تمويل لتصحيح الموضوع. ولكن امبارح تحديدا ويوم احد كنت عم بعمل كشف على الارض، بعدة مناطق لقيت نفس الأبنية كما كانت عليه من سنتين، بعدها مثل كما هي مدمرة، يعني العواميد تبعها بشكل خطير موجودة وبيزرف، وبأي هزة بفوق الخمس درجات عندها بكل تأكيد رح تسقط هالبنية وتسبب كارثة على قاطنيها. من هون عندي دعوة وسريعة جدا أخذ هالحديث على محمل الجد ويقدروا يحطوا استراتيجيات المطلوبة والخطط المطلوبة، ويطمنوا السكان أنه على كل بناية قديش درجة الأمان تبعها، قديش بتتحمل درجة زلزال. شفنا مبارح بالزلزال، ما بعرف إذا شفتوا البناية يلي كيف كانت عم تسقط، تصورت كلها سوا، لو كانت هيدي البناية كانت عندها مقومات تتحمل سبع درجات أو ثمان درجات ممكن. ما كنا شفنا سقطت البناية ولا سقطت الضحايا اللي شفناها بشكل خطير جدا. شفنا دكتور زلزال المغرب، وقبل منا بأول سنة زلزال تركيا وسوريا.
عم بتكون الأضرار على امتداد جغرافي كتير واسع. أكيد. لا سمح الله إذا صار زلزال مماثل بلبنان عم بيكون كل لبنان عم بتضرر من شماله إلى الجنوب. بكل تأكيد بكل تأكيد. والخطر الأكبر إنه هالزلازل اللي عم تيجي بهذا المستقبل بسبب الإنسان يلي لعب بباطن الأرض وبموازين الأرض، وهيدي شيء خطير جدا. ما بقى اضطراب مناخي، اضطراب الطقس ومشتقاته، اضطراب عنا بكل الأحوال البيئية بالعالم، وهيدا شيء خطير جدا. يعني هل هالزلازل رح تكون بالمرحلة القادمة كلها على درجات عالية بقوة عالية؟ هيدا السؤال بنترك للزمن للمستقبل تحديد أنواع الزلازل اللي بدها تصير وتضرب الأرض. هل صحيح أنه الأرض بدأت بحركة عكسية باطن الأرض؟ هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، شيء طبيعي بصير كل فترات عديدة من الزمن. فينا نربط اللي صار بتركيا وسوريا بأول السنة باللي صار بالمغرب؟ لا، شفنا كتير لا مقارنات لا كلها تختلف اختلاف كلي، غير صفائح وغير منطقة، وفي بعد شاسع جدا، بعد شاسع لا يتأثر، ولكن تتأثر هالصفائح التكتونية بحركة الكواكب الكونية بكل تأكيد، إن كان بالقمر أو بحركة الكواكب الأخرى تؤثر، لأنه اليوم كل كواكب الكون مرتبطة ببعضها بواسطة الجاذبية، بواسطة طاقة الجاذبية. هيدا الخطر إنه ما بتقدر تحدد وين رح يصير زلزال، وما بتقدر تحدد حجم الزلزال وقوة الزلزال. هلا بنحكي عن هالنقطة، ولكن قبل في الخبير الجيولوجي الفرنسي فلوران برينجيه بيقول إنه من المفاجئ أن يكون في مثل هذا الزلزال محل ما صار اليوم بالمغرب. أكيد، وأنا بؤكد بمية بالمية المفاجأة، وبمناطق كتير حدد بمناطق كتير رح نشوف زلازل، وما بتكون متوقعة ولا بشكل، لأنه الأرض بلشت تنظف حالها، بلشت ترجع تبني حالها عن جديد. كوكب الأرض بده يرجع يبني حاله عن جديد، وبشدد على هالنقطة. علماء البيئة بيعرفوا إنه كوكب الأرض بده يرجع يبني حاله عن جديد، لأنه الاختلال بالتوازنات واختلال ببيئة هيدا الكوكب ما ممكن تستمر له لطول. في سؤال دائما نطرحه، يعني لما صار زلزال سوريا وتركيا وهلأ زلزال المغرب، هو اللون الأزرق يلي عم بيسبق الزلزال، حدوث الزلزال بثواني قليلة، بسموه الوميض الأزرق. كنا نشوفه قبل بالزمان ولا لا؟ يعني هيدي تقريبا صارت جديدة انه الكاميرات عم تقدر ترصد هذا الضوء. اليوم الكاميرات عم تكمش كل شيء، وعم تكمش اللون الازرق، وعم تكمش كل الاحداث، بس ولكن له اسراره اللون الازرق. ما راح نفزع العالم، ما راح نحكي اكثر من هيك، بس ولكن له اسراره بكل تاكيد، وكل من قيادات العالم اللي بتعرف اسراره، القيادات البيئيه، العلماء البيئه اللي على مستوى عالي جدا من العلم البيئي بيعرفوا اسرار هيدي النقطه، وبيعرفوا ولحد هلا ما بنقدر نحكي الا هيدا الموضوع، ما بدنا نفزع العالم، ما بدنا نخلي حدا يعرف اكثر من هيك، ولكن له اسراره، بشدد على نقطه له اسراره العلميه 100%. مين يوم بيمتلك هذا المفتاح؟ اي مفتاح؟ مفتاح هذا السر. هذا السر؟ عدد من علماء البيئه لا يتعدون اصابع اليد بالعالم كله. إيه؟ بالعالم كله لا يتعدون اصابع اليد يلي بيملكوا المعلومات السريه عن هالنقطه، عن اللون الازرق تحديدا اللي حكيت عنه. بالحلقه الماضيه دكتور، وهلا اليوم حضرتك، قلت انه ما فينا نتنبأ بحدوث زلزال، لكن عم نسمع دائما في تقديرات عن زلزال كبير ممكن يمسح اسطنبول عن الخريطه، صحيح هيدي التقديرات وعلى شو مبنيه؟ بقول لك شيء، هيدي كلام يعني يحكى عن يتخطى اعلى نسبه مسجله على مقياس ريختر. لا بلي بدي اقول لك انه اللي بيعرفوا تاريخ الكلام، يعني من سنه ال 500 وما بعد، كثير من الاشخاص اللي عطيوا وهموا وحكيوا كلام وبده يصير زلزال وبده تطلع الارض تنفجر الارض وبده هيدا كله كلام غير واقعي. كل شيء منه ملموس علميا بعلم 100% ما بنقدر نأكده ولا بشكله، ما بنقدر نعمل رعب للعالم. العالم اللي عايش على كوكب الأرض بكل أرجاء الكوكب عايشين برعب، إذن اليوم إذا بيطلع عالم بيئي وبيقول لهم اليوم رح تنفجر الكوكب ورح يعمل، كون أكيد إنه في 90% من العالم بتصدق وبتعيش. الخطر الأكبر، بدي شدد على نقطة بالخطر الأكبر، وقت اللي بيكون في بدعة بالعالم، وكثير في من البدع
بتفلت خبرية بدعة بالعالم وبتتركها، بصيروا الناس هن يحافظوا عن البدعة وهن يمشوا فيها وهن يأكدوها، وانت واللي بيكون اطلع البدعة قاعد على جنبه ما بعد حدا يشوفه، ولكن هالبدعة بتمشي وكثير من العالم بحافظوا عليها وبيدافعوا عنها وبقول لك موجودة ما لها أساس وما لها أساس. هون الخطر الأكبر. حضرتك ذكرت كذا مرة عن المذنب الأخضر مرة الماضية، وهلأ المذنب اللي قطع كمان فوق المغرب. يحكى هلأ ب15 أيلول رح يصير في اصطفاف للكواكب، رح تكون الأرض بين المشتري والقمر. قال له ممكن يسبب هذا الزلزال، إذا فينا نربط هذا الموضوع ببعضه 90%، لأنه وأكثر من هيك نحن ننتظر كيف بدي أقول لك جاذبية ما معينة، في جاذبيات ما معينة بكل تأكيد ستؤثر، بكل تأكيد بتأثر على الصفائح التكتونية بكل أرجاء الكوكب، بس ولكن ممكن تتحرك بشكل بسيط، ممكن تتحرك بشكل كتير كبير، ولكن ما حدا بالعالم بيقدر يحدد إدي تأثيرها على الصفائح التكتونية بشكل مباشر، ولا حدا، لأنه أنت عم بتعيش بكوكب بكون فسيح جدا، هالكون الفسيح جدا يرتبط بجاذبيات مبرمجة 100%، والإنسان هو فوق طاقته. هذا الموضوع جديدة، هذه الاصطفافات يعني لا. ليش لا أو لا هلأ لو وصلنا نحن كرأي عام لبناني؟ لا على طول خد لك شيء، في ناس هيدا نوع من ما عم خبرك من البدع اللي الناس بتطلقها، بتطلق أخبار بطريقة ما معينة وبيستنجوا منها وبيخبروا أخبار وبيمشوا فيها. هلا ما بدي شيء، بقدر بدقيقتين تطلع تبس خبرية انه بدها تصير والعالم تتنقلها والعالم تمشي فيها لمدة شهر، وبعد مهلان الى شهر ببلشوا يدافعوا عنها وانه جاي وبكل تأكيد موجودة واشتغلوا. وكتير من البدع يلي غيرت مسار شعوب، في بدع غيرت مسار شعوب ومسار استراتيجيات على سطح هذا الكوكب وما لها اساس من الصحة. يعني بتكون انت بهي الميل بياخدوك لتاني ميل، بتصير تحافظ انت على مطرح ما وصلك وانه هيدا الصح وهيدا المزبوط، وبياخدوك برات الحقيقة كليا، وهيدا شيء خطير جدا بالعالم، انه وقت بيلعبوا بمصير شعوب، وقت بيلعبوا باستراتيجيات شعوب وبيمشوا فيها هيدي الشعوب. نعم. على سيرة الاصطفافات، في نظرية بتقول انه لابد من التنسيق بين علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا اذا كان الاصطفاف جاي فوق منطقة ضعف زلزالي. ممكن هون نتنبأ انه ممكن فوق هذه المنطقه الجغرافيه يصير فيها الزلزال، شو رايك؟ بقول لك شيء، انت وقت اللي عم بيحكوا بهالطريقه هنا فاكرين حالهم انه انه بس رح تصير منطقه، انت عايش على كوكب بين كواكب وبعيد عنك هذه الكواكب الوف الكيلومترات، منك عم تحكي عن كوكب عايش فوق منك على 20 كيلومتر او 50 كيلومتر. تأثير الكواكب بيكون مثل هلا في ناس بتقول لك طلعت موجة شمسية ورح تضرب الأرض، لكن إذا بدك تشوف بين الشمس والأرض بتطلع بوان، الأرض بتطلع بوان بالكون ككل، ما بيصير هذا كلام غير علمي. التأثير بشكل عام على كل كوكب الأرض، إذا في حال في جاذبية ما معينة ما رح تكون على نقطة معينة على كوكب الأرض، رح تصيب بلبنان أو سوريا أو تركيا، لا، هيدي بتكون شكل على كل كوكب الأرض، وتتأثر بكل تأكيد به الصفائح التكتونية حسب موقعها وحسب ثباتها بموقعها. في شيء بالعلم اسمه مناطق ضعف زلزالي؟ لا هذا من البدع يعني أيضا. أكيد اليوم أنت موجود على الكوكب كله ضعف زلزالي، أكيد بمناطق معينة صفائح ما معينة تتحرك بسرعة غير الأخرى تسمى ضعف زلزالي. الصفائح الممكن تتحرك واللي عايشة تاريخيا على تحركات ما معينة يطلق عليها هذه مناطق ضعف زلزالي، ممكن يصير فيها زلازل مثل المناطق التركية اللي صار فيها زلزال، هذه صارت تاريخيا معروف حركة الزلازل فيها، تاريخيا بيعرفوا كيف. ولكن إذا أخذنا لبنان بقول لهم طمنوا أنه بمنع ما يكون عندهم خوف، ولكن بدنا نعمل استراتيجية خطط حماية استبقية. اليوم اللي بده يقعد بغرفة بالطابق الخامس أو بالطابق السادس والغرفة مهددة بالسقوط من أي شيء، لازم تنعمل مش بس للزلازل، تنعمل ويكون عندها حماية ما تسقط يوما ما. نعم. نشاط البشري اللي شفناه بزحلة من فترة، قال انه على فلق اليموني وصار نوع من الهزة، بيقدر النشاط البشري؟ نعم بينا أي يعني الكسارات والديناميت اللي نحط
والأمونيوم اللي فجروا أحد الجبال بمنطقة زحل. لو كان بده أثر كنا شفنا نتائجه من 3 سنين اليوم أو من سنتين أو من سنة لليوم بمنطقة ما معينة. وإذا نحكي بزلازل ضخمة بعطيك مثال بسيط، انفجار مرفق بيروت يلي هو ثالث انفجار بالعالم ما أثر على الصفائح التكتونية وما أثر على شيء. وكيف شكل بدهم يقولوا هالكلام؟ لا، لأنه على فيلق اليموني كان ما بيأثر، ما هو كل هالكوكب عايش على فوالق بين بعضه، كله فوالق تكتونية بكل المناطق، وعندك مناطق كتير، عندك الفيلق يلي من هون موصول لإيطاليا، لو كان بده أثر كان أثر عليه، ولكن بمطرح من المطارح في تأثيرات خطيرة جدا. العالم الهولندي نرجع علامة استفهام كتير كبيرة، كيف عم يقدر يعرف مناطق وتحذير؟ يعني بعد المغرب حذر دولة العراق، امبارح شفنا هزة بالعراق 5 درجات. بكل تأكيد اللي بقوله كل حدا بيشتغل، نحن كعلماء بيئة، كل حدا بيشتغل على حركة الكواكب مع جاذبية الأرض يتنبأ وبده يعرف انه في شيء، بكل تأكيد بيعرفها، بكل تأكيد بيقول لك تحديدها بطرق ما معينة. ولكن ربنا خلقنا الأدمغة، وربنا خلقنا العلم، وربنا أعطانا الثقافة، هيدي بتقدر تستعملها كلها لمصلحة شعوب، مش لقلك يحكي. بكل تأكيد اللي نحكى، وأنا متابع لكتير علماء بالعالم، منهم عم تزبط معهم 100%، منهم عم تزبط معهم شوي، منهم عم تزبط بالمرة. وقت بدي اقول لك انا ما كتبت وقت شفتها المذنب اللي قطع فوق لبنان وراح غربا، ما بعرف اذا شفته انه كانوا مصورينه، مصوروه من دير القمر وقالوا قطع فوق دير القمر، هو مش قطع فوق دير القمر، قطع فوق لبنان كله، بس ولكن من دير القمر حدا شافه وصوره وقطع وراح غربا، والغربا يعني ستتأثر فيه افريقيا بشكل، قارة افريقيا بشكل مباشر، مطرح ما بيكون في عنا صفائح ممكن تتحول رح نشوف نفس اللي شفناه بالمغرب. وهذا اللي صار يعني تحديدا اكيد. نعم أكيد. وهلا بتقول انه في بعد زلزالين ممكن يضربوا، ممكن لان انتبه اذا في ضعف بده يصير عدد بزلازل ما معينه، لان مسار هالمذنب هو اكثر شيء تتأثر فيه القارة الافريقية، يعني المنطقة العربية والقارة الأفريقية ما عنده تأثيرات على مناطق أخرى، بنفس الوقت بيكون فيه له تأثيرات بطريقة غير مباشرة على مناطق كثيرة من الكوكب. آخر كلام دكتور للبنانيين يلي دائما كل مسير زلزال بيعنينا بمحل معين بيعطلوا هم، ما يخافوا، في قوة إلهية بلبنان موجودة بشكل مباشر، ما يخافوا بلبنان محمي، وما يخافوا بلبنان تاريخه بيشهد على لبنان المحمي.